الحمد لله، واش ندير؟ نصبر، ما عندي ما ندير، حتى واحد ما داها فيا، حتى واحد ما تسوقني، وغادي نصبر، دايره قلبي في الله ونصبر. مكرفصه بزاف ولكن الحمد لله غنصبر. انا داروني بحال شي حجره وما كتحركش، وتا انا درت بحالها، ما باغا صداع، ما باغا ندير بالها، الا درت صداع ولا درت شي حاجه غادي نمشي للحبس، الا بقيت ساكته راه ما غيديروا معايا والو. حتى واحد ما مزكني، حتى واحد ما مسوقني، كنلقى جالسه بوحدي، لا تلفازه لا تليفون لا حتى حاجه، ولكن الحمد لله. ما كيسول فيا حتى واحد، كيقرب ليا حتى واحد، ما كيقول ليا اش خصك، اش واكله، اش شاربه، لا قيد لا مقدم لا والو. كيتهجموا، ولكن دابا انا كان عندي الباب هكا، دابا دورت وجيت الجندارم، دابا الحمد لله ما قربوش ليا. هذه دابا هاد السيمانه ما قرب ليا حتى واحد. اللي قلت لي عطيني ما ناكل، وعطيني ما نعمر بوطه ولا سكيكر ولا هذه اللي خاصاتني، راه كيعطيوني الله يجزيهم بخير. واش غندير؟ راه ضروري في الشغل بالرخات في زكي وداك الشيء، الحمد لله، وراه ضروري. انا نعسه في الزنقه وفي الشانطي، راه ضروري غيبقى فيا الحال، انا ما حاملاش راسي. ولكن كانت عندي الفلوس ولا شي خدمه زوينه ولا خدامه، كون راني كاريه بحالي بحال الناس، ولكن ما لقيتش الغالب الله، الحمد لله والحمد لله، حيت انا مكرفصه بزاف. انا كنتمنى قبروا الحياه هو السكن، اشي بلاصه تستر فيها، انا بالدوار ماشي برانيه ولا الله جيت ولا هادي، انا بالدوار كبره في الدوار، كلشي كيعرفني، ما كنطالبه بحقي، انا يديروني بحالي بحال المطلقات، كلهم تما تستافدوا، كلهم تما داروني من الحل، كنطالبه بحقي بالسكن ديالي. انا عندي عائله، ولكن دابا ملي كنعس في الزنقه دابا شهر ونص يتيما، بحال مقطوعه من الشجره، درت تعيط ورجعت للشجره، اي كيقولوا مقطوعه من الشجره، وانا سبحان الله نعس حدا الشجره، سبحان الله. كي غندير؟ فين غنمشي؟ ما كاينش اللي غيهزني، ما كاين والو، واللي يضحك علي يضحك ليا في وجهي، ولكن قلبه ما حاملنيش. يا عائله واخواتي يتيما، بحال انايا ما عندي حتى واحد من غير الله، كنعيش هنا بالزز، دايره البوطه، كندبر على خضيره وهادي كنطيب، ولكن راه في الجوع، ولكن من هنا ما عنديش منين ندوس، ما عنديش منين ندوس، حيت كناكل بالزز، بالزز باش كناكل، ملي ما كلت غادي يقولوا صافي عيدوني السبيطار.